السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، مغيث المستغيثين بسيد المرسلين وسائر خواصه المقربين، الذين اصطفى منهم النبيين والمرسلين واصطفى منهم حبيبه الأعظم، صلوات ربي وسلامه عليه سيد الخلائق أجمعين وشفيع المذنبين والعاصين عند رب العالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران الأزهران على صاحب أعظم مقام يوم فصل القضاء بين المؤمنين الموحدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وجميع النبيين والمرسلين وسائر عباده الصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقدس اللهم روح شيخنا الهمام سيدي محمد بن القائد، نور اللهم ضريحه وأسكنه من الجنان فسيحة، وأدم الصحة والمتعة والعافية على سيدنا الشيخ الغطريف ذي القدر المنيف مولاي عبد اللطيف، شفاه الله وعفاه ومتعنا وسائر الأحبة برضاه. أما بعد، سيدنا الشيخ آل بيت بلقائد، أساتذتي الكرام، إخواني الأساتذة والطلبة، سادتي الفقراء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فإنا نحن معاشر المؤمنين المقصرين المذنبين ليس لنا وسيلة إلى رب العالمين بعد عفوه وكرمه ورحمته التي وسعت كل شيء إلا حبيبه الأكرم وبابه الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، الذي خصه المولى عز وجل وأكرمه بالشفاعة والمقام المحمود الذي هو موضوع هذه المداخلة المتواضعة، والتي تتكون من مبحثين، كل مبحث فيه ثلاثة عناصر. المبحث الأول سنتكلم فيه بحول الله تعالى وقوته المعنى اللغوي والاصطلاحي للشفاعة، ثم بعد ذلك الشفاعة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. والمبحث الثاني سنتكلم فيه إن شاء الله معنى المقام المحمود، ثم بعد ذلك الشفاعة عند أهل السنة والجماعة ونفحات التعرض لشفاعة مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تشفع يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك. إذن أقول وبالله التوفيق، واستبدادا من بركة حضرة شيخنا شفاه الله وعفاه، المبحث الأول وفيه التعريف اللغوي والاصطلاحي للشفاعة. قال مجد الدين المبارك محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري المعروف بابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر: قد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة، وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم. يقال شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع، والمشفع الذي تقبل شفاعته، والشفيع الذي يأذن بالشفاعة ويقبلها. والمعنى أن يطلب إنسان من آخر التوسط لذي عندي له عند ذي ملك أو سلطان ليقضي له حاجته في إعطائه ما هو في حاجة إليه، أو في التجاوز عنه في ذنب قارفه أو جريمة ارتكبها. وأما
تعريف الشفاعة في الاصطلاح فمعناها هي السعي في حال المشفوع فيه عند المشفوع إليه وثبوتها له صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم، معلوم من الدين بضرورة. وله صلى الله عليه وسلم شفاعات، من بينها الشفاعة الكبرى لإراحة الناس من الموقف، ولقوم يدخلون الجنة بغير حساب، ولقوم استوجبوا النار فشفع لهم قبل الدخول، ولقوم في رفع درجاتهم، ولقوم في خروجهم من النار. ومن الشفعاء من يشفع ابتداء، ومنهم من يشفع بعد الطلب كما سيأتي لنا إن شاء الله تعالى. فالمعاني الشرعية إذن موافقة للمعاني اللغوية. ثانيا، الشفاعة في القرآن الكريم. قد تكرر ذكر الشفاعة كثيرا في كتاب الله عز وجل في صور مختلفة لمناسبات شتى تحت عدة أصناف، منها صنف ما يرد الشفاعة المزعومة لليهود. يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. والآية هنا خطاب لليهود، وهي تهدف إلى نفي الشفاعة المزعومة عندهم، حيث كانوا يقولون: نحن أولاد الأنبياء وأحباء الله وآباؤنا يشفعون لنا، فصار ذلك ذريعة لارتكاب السيئات والموبقات وترك الفرائض، فآيسهم الله تبارك وتعالى من ذلك. وصنف ما ينفي الشفاعة للكفار. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حاكيا عن الكفار: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا نفي لوجود شفيع يوم القيامة للكفار الذين انقطعت علاقتهم بالله تبارك وتعالى وبهم وبرسله وبكتبه، كما انقطعت علاقتهم الروحية بالشفعاء الصالحين، فلم يبقى بينهم وبين الشفاعة أي صلة وعلاقة. وصنف ما ينفي صلاحية الأصنام للشفاعة. يقول المولى عز وجل: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وهذا صنف يرمي إلى نفي صلاحية الأصنام للشفاعة، وذلك لأن العرب في الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام لاعتقادهم لشفاعتهم عند الله تبارك وتعالى. وكون الشفاعة مختصة بالله تبارك وتعالى لا ينافي ثبوتها لغيره بإذنه، كما تعرب عنه الآيات في هذا الصنف التي تثبت الشفاعة لغيره بإذنه سبحانه. يقول المولى عز وجل هنا: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ويقول أيضا عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويتحصل من جمع الآيات أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: إلى شفاعة مرفوضة كالشفاعة التي يعتقد بها اليهود والكفار وشفاعة الأصنام والشفاعة في حق الكفار، وإلى شفاعة مقبولة وهي شفاعة الله سبحانه وتعالى وشفاعة من أذن له وشفاعة الملائكة وحملة العرش. ثالثا، الشفاعة في السنة النبوية الشريفة المطهرة. أحاديث الشفاعة كثيرة، ومجموعها يبلغ مبلغ التواتر. ذكر الإمام النبهاني في كتابه الجليل شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم زهاء 40 حديثا في الشفاعة. قلت: ومجموع الأحاديث هنا يبلغ مبلغ التواتر، أي ما اشتركت في الروايات عن الشفاعة لا لفظا واحدا منها بخصوصه، وذلك لعظيم شرفه واختصاصه من الفضائل
والمناقب صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه بما لم يشاركه فيه أحد من النبيين والمرسلين والخلائق أجمعين من فضل الله تعالى وإحسانه عليه، إذ هو أخلصهم عبودية له وأحبهم من كل الوجوه إليه. روى الإمام أحمد في مسنده عن سيدنا بريدة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لأشفعن يوم القيامة لأكثر مما في الأرض من حجر وشجر. ثم قال: وعن سيدنا أبي وعن أبي موسى في رواية ابن ماجة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيرت أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها أعم، أترونها للمتقين ولكنها للمذنبين الخطائين. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك. ثم رفع يديه وقال: أمتي أمتي. ثم بكى، فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله فأخبره والله تعالى أعلم به، فقال: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ولله ضر القائل إذ قال: يا شفيعا في المذنبين إذا أشفق من خوف ذنبه البراء جد لعاص وما سواه هو العاصي ولكن تنكر استحياء. والآن مع المبحث الثاني وأول العناصر معنى المقام المحمود. سمي بالمقام المحمود لأن جميع الخلائق يحمدون سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ذلك المقام، لأن شفاعته سبب فك كربتهم من أهوال المحشر والانتقال إلى الحساب والفصل بين الخلائق، حيث يشفع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الخلائق يوم القيامة، في خلائق كلها يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، وهي الشفاعة التي يطلق عليها اسم الشفاعة العظمى، وذلك حينما يقف الناس يوم القيامة موقفا عصيبا منتظرين الحساب. يقول الإمام الفخر الرازي في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب في معنى المقام المحمود أنه الشفاعة. قال الواحدي: أجمع المفسرون على أنه مقام الشفاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه الآية، وقال صلى الله عليه وسلم: هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي. ومن المعلوم أن حبد الإنسان على سعيه في التخليص عن العقاب في التخليص من العقاب أعظم من حمده في السعي في زيادة الثواب لا حاجة به إليها، لأن احتياج الإنسان إلى دفع الآلام العظيمة عن النفس فوق احتياجه إلى تحصيل المنافع الزائدة التي لا حاجة به إلى تحصيلها. وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هو الشفاعة في إسقاط العقاب على ما هو مذهب أهل السنة. ولما ثبت أن لفظ الآية مشعر بهذا المعنى إشعارا قويا ثم وردت الأخبار الصحيحة في تقرير هذا المعنى وجب حمل اللفظ عليه. ومما يؤكد هذا الوجه الدعاء المشهور الذي نقوله بعد كل أذان لصلاة: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يغبطه به الأولون والآخرون. واتفق الناس على أن المراد منه هو الشفاعة. روى الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الناس يصيرون جثى، كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع لنا، يا فلان اشفع لنا، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وروى الإمام أحمد
في مسنده عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المقام المحمود فقال هي الشفاعة. وروى الإمام أحمد كذلك في مسنده عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن المقام المحمود هو قيامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن يمين العرش مقاما لا يقومه غيره يغبطه فيه الأولون والآخرون. وأنا سأدنكم سادتي في سرد حديث الشفاعة المشهور في كتب السنة، حيث روى البخاري في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه ذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، أي أخذ منها قطعة بفمه الشريف، ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وفي رواية أخرى ولا فخر، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كان لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيأتون محمدا فيقولون يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب، أمتي يا رب، يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس يومئذ فيما سوى ذلك من الأبواب، ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى، يا صاحب الحوض
كم للناس من أمل في ورده يوم تسقي منه كل ظمي. لواؤك الحمد يوم الدين ترفعه يمناك يا سعد من تلقاه بالدعم. أنت الشفيع لنا في يوم شدة تقوم وحدك كل الرسل لم تقم. يقول كل نبي من تهيبه نفسي وتسجد للرحمن من أممي. تقول أنا لها يدعوك خالقنا اشفع تشفع هنا للخلق كلهم. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العنصر الثاني أيها الأحباب، الشفاعة عند أهل السنة والجماعة. قال الإمام السبكي في كتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام، ما نصه؟ وأما إلهامهم سؤال آدم ومن بعده صلوات الله تعالى وسلامه عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لم يلهموا يلهم في الابتداء سؤال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. فالحكمة فيه هنا، والله تعالى أعلم، أنه لو سألوه ابتداء لأمكن أن يقول قائل يحتمل أن غيره يقدر على هذا، أي يقدر على مقام الشفاعة الذي أتيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا بذلوا الجهد في السؤال والاسترشاد وسألوا غيره صلى الله عليه وسلم من رسل الله تعالى وأصفيائه وأولي العزم من الرسل فامتنعوا ولم يألوهم جهدا في النصح والإرشاد فانتهوا إليه وحصل غرضهم به، حصل العلم لكل أحد بنهاية مرتبته صلى الله عليه وسلم وارتفاع منزلته وكمال قربه وعظيم الدلاله وأنسه وتفضيله على جميع المخلوقين من الرسل الآدميين والملائكة. وحق لصاحب هذا المقام أن يكون سيد الأمم أن يسافر لزيارته على الرأس لا على القدم. وقال الإمام الزرقاني في شرحه على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني، قال القاضي عياض: يحتمل أنهم علموا أن صاحب الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معينة، وتكون إحالة كل واحد منهم على الآخر على تدريج الشفاعة في ذلك إليه إظهارا لشرفه في ذلك المقام العظيم. وإنما خص الخمسة، أي يعني أولو العزم من الأنبياء والمرسلين، بالمجيء إليهم دون باقي الأنبياء لأنهم مشاهير الرسل وأصحاب الشرائع عمل بها مددا طويلة، مع أن آدم والد الجميع ونوح الأب الثاني وإبراهيم مجمع على الثناء عليه عند جميع أهل الأديان وهو أبو الأنبياء، وموسى أكثر الأنبياء أتباعا بعد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعيسى لأنه ليس بينه وبين نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبي، ولأنه من أمته صلى الله عليه وسلم، ولم يلهم المجيء إليه من أول وهلة لإظهار شرفه وعلو مرتبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: ولا شك أن السائلين يومئذ من سمع هذا الحديث في الدنيا وعرف أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يستحضره إذ ذاك أحد منهم، وكأن الله تبارك وتعالى أنساهم ذلك ثم بعد ذلك يلهمهم التفكر. انتهت عبارة الزرقاني. وقال الإمام الشعراني في كتابه اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر، قال الشيخ محي الدين رضي الله عنه: وإنما أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأنه أول شافع وأول مشفع شفقة علينا لنستريح من التعب الحاصل بالذهاب إلى نبي بعد نبي في ذلك اليوم العظيم، وكل منهم يقول نفسي نفسي. فأراد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم إعلامنا بمقامه يوم القيامة لنصبر في مكاننا مستريحين حتى تأتي نوبته، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنا لها أنا لها. فكل من لم يبلغه هذا الحديث أو بلغه ونسيه لا بد من تعبه وذهابه إلى نبي بعد نبي، بخلاف من بلغه ذلك
وداوم معه إلى يوم القيامة. ما أكثر شفقته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أمته. وإنما قال في الحديث: ولا فخر، أي أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، أي لا أفتخر بكوني سيد ولدي آدم من الأنبياء فمن دونهم، وإنما قصدت بذلك راحتكم من التعب يوم القيامة بحكم الوعد السابق لي من الله عز وجل أن أكون أول شافع وأول مشفع، فما زكى نفسه صلى الله عليه وسلم إلا لغرض صحيح. انتهت عبارة الإمام الشعراني بحروفها. أما الصلاة على الحبيب فقربة ووسيلة تمحى بها الآثام، وبها ينال المرء عز شفاعة، وبها يكون الفوز والإكرام. العنصر الثالث أيها الأحباب، نفحات التعرض لشفاعة مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من بين النفحات التي يتعرض لها المسلم لني شفاعة مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بإذن الله تعالى، الحرص على إتيان بعض الأعمال والمداومة عليها. نذكر منها توحيد الله سبحانه وتعالى، حيث روى البخاري في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومنها أيها الأحباب الدعاء بعد الآذان الذي يتكرر معنا أبد الدهر، وسؤال الوسيلة والمقام المحمود لمولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. ومنها كثرة الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث روى الترمذي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي، أي بشفاعتي يوم القيامة، أكثرهم صلاة علي. ومنها قضاء حوائج المسلمين، للحديث الذي رواه أبو نعيم في حلية: من قضى لأخيه حاجة كنت واقفا عند ميزانه فإن رجح وإلا شفعت له. ومنها سكن المدينة، للحديث الذي رواه الإمام مسلم: من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. أنا لست أخشى زلة أو ذلة، خير البرايا شافعي ومؤيدي، أنا لست أخشى الضيم في دنيا الورى، وأنا الحبيب لآل محمد. لقد كانت جميع المقامات التي مر ذكرها وأجلنا النظر فيها وتنقلنا في بساتينها تحكي وتبسط ما بوأه الله عز وجل من منزلة وشرفه من مكانة وأعلاه من مرتبة في الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما هذا المقام فيصور ذلك اليوم الذي ترسم فيه لوحات الشرف وتقسم فيه تيجان الوقار وترفع فيه لأقوام مراسم العز ويعلو أناس فيه على منابر من نور وتنثر فيه الأعطيات والهبات والرحمات والنفحات. هذا لمن أحب الله ورسوله وأطاع الله ورسوله. ففي ذلك الموطن وفي ذلك المقام يذل أقوام ويعز آخرين، ويرفع مقام أناس ويذل غيرهم، لأنه لا عزيز إلا من أعزه الله، ولا شريف إلا من رفعه الله، ومن يهني الله فما له من مكرم. وفي تلك اللحظات وعند ذلك الجمع
تنقطع جميع الخلائق والأنساب والأسباب، فلا أحد يتكلم إلا بإذن الملك الجبار، ولا يشفع إلا بأمره، وتنقطع عنده موازين الأرض ومقاييس الدنيا، فلا آمر ولا ناهي، ولا مدبر ولا مصرف، ولا قادر ولا قاهر، ولا أمير ولا ملك، ولا سيد ولا مطاع، إلا الملك الواحد الصمد. ولما أن ندرك عظمة ذلك الموقف وخطورته، ونعرف معايير العلو والسمو فيه، فإن لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجل وأعظم مقام فيه، وأرفع مرتبة ومنزلة، فلا أحد من الخلائق يدانيه ولا يضاهيه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. يا من له عز الشفاعة وحده، وهو المنزه ما له شفعاء، عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء، تروي وتسقي الصالحين ثوابهم، والصالحات ذخائر وجزاء، أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم الشعراء. اللهم شفع فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم احشرنا في لوائه وفي زمرته يوم القيامة، أمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بالصلاة على النبي المختار من الجائزين الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، وبسنته من العاملين. اللهم شفي شيخنا وعافيه، ومتعنا وسائل الحبيب برضاه، أمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.